السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام للمتابعين حياتنا بكل بساطة، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض كب كيك بطريقة سهلة وبسيطة، كب كيك المفاجآت، محشي بطريقة سهلة ومكوناتها حلوة جدا وإن شاء الله هتعجبكم. بمناسبة عيد الأم، كل سنة وأمي وحماتي وأمهاتنا جميعا بخير وصحة وسلامة، وربنا يرحم يا رب كل أم ربنا افتكرها برحمته الواسعة ويجعل مثواها الجنة يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق يا رب العالمين بالذرية الصالحة، ويبارك لي في بناتي يا رب العالمين. فان شاء الله الطريقة هتعجبكم، محشية زي ما انتم شايفين. يلا نشوف الوصفة والطريقة مع بعض، ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف الطريقة مع بعض. اول حاجه معايا هي بيضتين هنا بالشكل ده، هنزل عليها بالفانيليا، رشه من الفانيليا، بالشكل ده، وهنزل عليها بنص كوبايه من السكر، بالشكل ده، وهبدا اضرب لغايه ما يتحرك. بعد ما ضربته بالشكل ده افتح لونه، هنزل بنص كوباية من اللبن وهضرب، وبعد كده هنحط الزيت، وبعدين هنزل بنص كوباية من الزيت، تبقى نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، بيضتين، نص كوباية سكر، والفانيليا طبعا. هنحط المواد الجافة، وهي كوباية من الدقيق، ربع كوباية، يعني كوباية وربع من الدقيق، كوباية من الكاكاو وربع كوباية من الكاكاو، ونص معلقة بيكنج باودر، طبعا الكاكاو من السهل اللي هو ايه يكون فيه تكتلات، ورشة من الملح، رشة من الملح، وهنبدأ نقلب المكونات دي مع بعض. هنبدأ بس كده من فوق لتحت، قوام الكيكة معايا بالشكل ده. هبدأ بس اصبها هنا عشان تبقى سهل، وانا بحط في القب تبقى سهل معايا. بدل ما احط بالمعلقة، وحضرت هنا صينية الكب كيك وحطيت فيها الورق الكب كيك بالشكل ده، تمام. هنا بقى معايا اوريو، بسكوت الاوريو، معايا الشوكولاتة الحجر، اي حاجه بقى انتوا حابين تحشوا بيها، مارشميلو وشوكولاته القطع، تمام. اول حاجه هنبدا ان احنا ايه نرص كده بسكوت اوريو، بالشكل ده، هعمل معاكم بس حبه، وهنزل عليها بخليط الكيك، واحط واحده مارشميلو، واحط مثلا اتنين كده من الحجر، تمام، دوت اللي هيكون بالمارشميلو، وبعدين هبدا اغطي بالشكل ده، وهسيب طبعا مسافه عشان الكب كيك هيعلى معايا بالشكل ده. وهنبدا نعمل، هنحط بردك هنا
بس اغطي البسكوتة بالشكل ده. هاخد قطعة من الشوكولاتة بالشكل ده ومعاها مثلا حتة صغيرة اللي هي انا كسراها نصين وهحط جنبها وهبدأ اغطي بيها. طبعا التشكيل ده زي ما انتوا حابين وحابين. هبدأ اعمل الكمية كلها بالشكل ده زي ما انتوا ايه حابين. بعد ما خلصت كميه الكب كيك بالشكل ده همسح بس اللي وقع مني قبل ما احطها في الفرن. طبعا هنحطها في الفرن على درجه 180. طبعا هي مش هتقعد يعني ممكن ربع ساعه وهنشوفها بعد ربع ساعه. نجربها كده بعود خشبي او بسكينه رفيعه. وادي الكب كيك بعد ما خرجته من الفرن طبعا وقعد معايا ربع ساعه وخمس دقائق. فطبعا كل واحد وفرنه لازم قبل ما تخرجيه تختبريه تمام. فطبعا كل واحد والفرن بتاعه. فهنبدأ نفتح مع بعض واحدة بالشكل ده. طبعا بيخرج معنا بكل سهولة وما شاء الله يعني عمل 12 كب بمكونات بسيطة وطريقة سهلة وان شاء الله هتعجب الاولاد جدا واي حد هيدوقه. فيارب الوصفة تكون عجبتكم. وادي البسكوتة بتاعتنا وطبعا طري وهش جدا بالشكل ده. هنبدأ نفتح مع بعض واحدة عشان نشوف المفاجأة اللي جوه ايه. طبعا مش كب كيك المفاجآت. فهنبدأ نفتح واحدة بالشكل ده وطلعت الحشوة شوكولاتة. فيارب الوصفة تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وشكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.